يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. النهاردة حلقة غاية في الأهمية، مهمة جدا. ليه؟ لأن النهاردة اليوم مختلف بصراحة، وأنا عارف قوي قوي إزاي جمهور الأهلي منتظر مباراة ناديه النهاردة. بعد فترة غياب حوالي 5 شهور الأهلي هيلعب النهاردة كمان ساعات، تحديدا بعد 3 ساعات من دلوقتي، مباراة مهمة جدا ومؤجلة من الأسبوع ال 15 أمام فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز بعد فترة غياب بسبب تفشي فيروس كورونا. فبالتالي اليوم مختلف عند جمهور النادي الأهلي، الكل مترقب والكل منتظر هذه المباراة. علشان كده احنا هنكون معاكم لحظة بلحظة على مدار 60 دقيقة من دلوقتي في كل كواليس ما قبل هذه المباراة وآخر استعدادات النادي الأهلي وتحركات النادي الأهلي كمان لاستاد القاهرة الدولي، واللي هيستضيف مباراة اليوم ما بين الأهلي وإنبي. فبالتالي مباراة غاية في الأهمية وكلنا متشوقين ومنتظرين، وأنا عارف حضراتكم تحديدا مستنيين ووحشكم قد إيه كمان النادي الأهلي عشان تشوفوه في الملعب. الأهم كمان إن احنا لما نشوف الأهلي في الملعب نشوفه بيكسب كما هو المعتاد بإذن الله تعالى. النهاردة كمان اليوم مختلف بالنسبة لنا وهيكون مختلف بالنسبة لكم. ليه؟ احنا دايما متعودين ان بيبقى في سؤال مع بدايه الحلقه. السؤال النهارده يعني توقعاتك لمباراه الاهلي وانبي، سؤال سهل لكن هو مختلف علشان هو مصحوب بمسابقه مهمه جدا. حضراتكم طبعا عارفين مين هو الراعي الرسمي للدوري المصري 3 سنين ورا بعض، اوبو. اوبو النهارده عامله مسابقه لكل الجماهير، اللي هيتوقع صح في 5 تليفونات هيكونوا لأصحاب الإجابة الصحيحة لنتيجة هذه المباراة، مباراة الأهلي وإنبي، مقدمة من شركة أوبو، والموبايل يعني اللي هو ب4 كاميرات بقى وحاجات جامدة جدا يعني. فتوقعوا معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وإنستجرام، واللي هيتوقع صح هيكسب تليفون أوبو ب4 كاميرات و5 تليفونات أو 5 فايزين هم اللي هيفوزوا بالتليفونات دي. فالنهارده كواليس كتير واخبار كمان كتير بتخص فريق النادي الاهلي تحديدا والكره المصريه وكمان العالميه على مدار حلقه اليوم. خليني في البدايه ابتدي باهم العناوين، يلا بينا. في ترند الاهلي، عوده البطل. في الترند المحلي، وزير الرياضه يرفض عقاب مصابي كورونا. أما الترند العالمي، لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان. طيب، في أخبار كتير جدا محليا وعالميا، وقبليهم طبعا النادي الأهلي، وكلنا طبعا منتظرين هذه المباراة. لكن أنتم متعودين دايما بيبقى عندنا فقرة ترند الترند، فقرة مهمة جدا بنقول لحضراتكم فيها أخبار مهمة. النهاردة مفيش ترند هيكون أعلى من النادي الأهلي والكواليس اللي قبل المباراة. فعلشان كده أنا هتكلم مع زمايلي الاعزاء شريف شعبان وكريم احمد. شريف شعبان تحديدا متواجد في مقر اقامه النادي الاهلي قبل التحرك لملعب المباراه، وكمان كريم احمد مراسل قناه الاهلي هيكون في استاد القاهره الدولي، وهتواصل معاهم ونحكي كده مع بعض، وكمان نطمن جمهور النادي الاهلي على اخر الاستعدادات والتحركات الخاصه بالفريق. يا شريف مساء الخير عليك، ويا كريم مساء الفل عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك، تحياتي الكريم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الاهلي هو الترند، الاهلي اليوم باذن الله يفرحنا، وثلاث نقاط جداد باذن الله يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان يقرب خطوه مهمه جدا بالفوز بلقب الدوري المحبوب اليه. اهلا بك يا شريف، واهلا بك يا كريم، منورنا. كريم سمعنا يا جماعه؟ طيب خلينا نبتدي بشريف لحد ما كريم يسمعنا. شريف، عايز اعرف منك اخر الاستعدادات وتحركات فريق النادي الاهلي وكواليس اليوم النهارده في المعسكر وفي مقر الاقامه، اتفضل. يمكن حالا زميلي امير، يمكن حالا دلوقتي، يمكن على شمالي اعلى شويه، يمكن الاهلي الوجبه الخفيفه السناكس، يمكن الاهلي داخل المطعم الان يعني عشان خاطر قبل المحاضره. يمكن البرنامج كان الاهلي طبعا من الساعه 9 للساعه 10 كان الفطار، الغدا كان الساعه 1:30 او 1:45 دقيقه بالظبط، من 1:30 بيبداوا يكونوا موجودين في المطعم. السناكس دلوقتي، والساعه 6 باذن الله
هتكون المحاضرة والتحرك هيكون 6:15 من الفندق إلى الملعب، 20-25 دقيقة بإذن الله هيكون وصل الفريق إلى استاد القاهرة الدولي، الاستاد المحبب طبعا لكل جماهير مصر ومن النادي الأهلي بالتحديد. وبإذن الله النهاردة يكون يوم مفرح لكل جماهير النادي الأهلي. بس النهاردة شدني أمير مشهد يمكن أنا وقفت قدامه كتير، مشهدين صراحة. المشهد الأولاني ان الاهلي جايب معاه حد مخصوص للتعقيم الفندق، من اول بوابه الفندق الرئيسيه في بوابه تعقيم، في كل مكان في الفندق في بوابه تعقيم، ولكن كل ده الاهلي مش مكتفي بيه، الاهلي استعان باحد العاملين داخل النادي الاهلي لتعقيم الغرف، لتعقيم الطرقه، لتعقيم المطعم. الاهلي ما بيطمئنش لاي حد، الاهلي بيطمئن باجراءاته، يعني الفندق قام بالواجب، ولكن الاهلي حرص اكتر، جايب كمان عامل من النادي الاهلي عشان يعقم مزيد من التعقيم، مزيد من حماية لاعبي النادي الأهلي، ودي حاجة لفتت نظري. الحاجة الثانية لفتت نظري دكتور التغذية الدكتور عبد الرحمن، شفته بيوزن الفراخ، قلت له بتعمل ايه يا دكتور عبد الرحمن؟ قال لي لا لازم 150 جرام قلت له لا فهمني بقى بتعمل ايه 150 جرام ايه؟ قال لي لا خلاص بقى اللي فات راح واللي جاي حاجة تانية خالص، لعيب النادي الأهلي دلوقتي هي لعيبة عالمية، لعيبة لازم تعرف تاكل صح، تعرف تواكب العصر في التغذية، التغذية حاجة مهمة جدا، فلازم اللعيب وهو بياكل أي أكل لازم يكون معمول له حساب، لازم ياكل بحساب مش بياكل وخلاص، فعامل كل حاجة بقول لك بيوزن، يعني لو في كادر شفناه مع بعض هتلاقي بيوزن الفراخ، بيوزن كل حاجة، لعيب النادي الأهلي يمكن خلاص بقوا في أسلوب حياة زي ما بيقول لي، السكر اتمنع خلاص لكل مشروبات النادي الأهلي، الاهتمام للدرجة دي الإسبريسو لعيب الأهلي بتعشقه. انا الصراحه المشهد شدني جامد. لا ده لعيب النادي الاهلي دلوقتي يمكن دكتور التغذيه دكتور عبد الرحمن ما شاء الله بجد، النادي الاهلي دلوقتي بيسايب حاجه للظروف، بيشتغل على كل حاجه تساعده على تحقيق الفوز، من اول الاكل الاول التطهير او الاجراءات الاحترازيه للكورونا، كل لعيب في غرفه لوحده، والنادي الاهلي بيطبق الاجراءات بحذافيرها، ما بيسيبش حاجه للظروف، ودايما بنقول ان جهاز النادي الاهلي الاداري دايما بيمتاز بهذه الجزئيات، التفاصيل تفاصيل التفاصيل، الاهلي بيشتغل على كل حاجه، ما بيسيبش حاجه غير في الملعب للتوفيق، في توفيق تلاقي الاهلي بيكسب على طول، ما فيش توفيق مع عنده شويه القصه تلاقي لا قدر الله في تعادل او في هزيمه لا قدر الله، وكره مكسب وخساره مش مكسب على طول، ولكن طول ما الحاجات دي كلها الاهلي بيعملها بتلاقي يعني واقف على التوفيق، بس في توفيق باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. زي ما قلت لك المحاضره هتكون بعد قليل في احد القاعات داخل الفندق، وهيتحركوا على طول على الاستاد. يمكن معاك لو اي استفسار اي حاجه انا معاك اجاوبك، كل حاجه حصريه هتكون على شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد يا شريف، لكن انا تحديدا عايز اتكلم معاك تحديدا بخصوص حاله اللاعبين المعنويه، وانت اكيد بتشوفهم في الاوتيل كده وانت موجود، تعابيرات وجوههم سواء طبعا الجهاز الفني او اللاعبين. يعني يمكن الجهاز الفني انا ملاحظ من اول الفطار بيقعدوا مع بعض كتير جدا، فايلر وباقي الجهاز ومدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان ومحلل الاداء الكابتن احمد سليمان وباقي الجهاز الاجنبي طبعا بقياده فايلر، قعدوا في وجبه الفطار، قعدوا وجبه الغداء، يمكن بيقعدوا يتكلموا كتير في هذه المواجهه. لعيب النادي الاهلي التركيز بيعلى وجوههم، بيبان اول اللعيب مركز ولا بيركز، ما بيبان اللعيب بيتكلم بيضحك بيهرج، لا في المعسكرات بتلاقي لعيب النادي الاهلي خلاص مفيش كلام، تركيز، داخلين الجيم، عارفين مسؤوليتهم، عارفين ان الثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. وفايرر حذر من الستارت بتاع النادي الاهلي وقال لك لازم ابدا ستارت قوي، ستارت يدل على فتره الاعداد اللي عملناها الفتره الاخيره بتدل على لعيبه النادي الاهلي التركيز الشديد، فحذرهم من البدايه وحذرهم من الستارت ومحرج النهارده عليهم ان لازم يطبقوا يعني التعليمات بحذافيرها. لعيبه النادي الاهلي عندهم اصرار، لعيبه النادي الاهلي مركزين، بيتكلموا مع بعض في الوجبات لانهم طبعا قاعدين في غرف لوحديهم، بيتكلموا مع بعض في الوجبات ان لازم نركز، لازم نسهل الجيم علينا من اول دقيقه، نقدر نحرز هدف مبكر عشان نسهل الجيم، بيتكلموا مش غير النهارده غير في مباراه ان بي فقط لا غير، ما حدش بيتكلم في افريقيا مثلا، ما حدش بيتكلم في بطوله كاس، ما حدش بيتكلم في اي حاجه خالص غير في مواجهه ان بي اللي هتكون بعد قليل. اكيد. طيب خلينا شريف نرحب كمان بزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، مش عارف كان راح فين كريم، معانا اهو دلوقتي. يا كريم مساء الخير عليك. بجد التحية لك طبعا زميلي امير هشام، وبجد التحية لزميلي شريف شعبان وكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. اكيد كالعادة طبعا يا امير يعني وحشتنا التغطيات الخاصة بمباراة النادي الاهلي تحديدا وتواجدنا في استاد القاهرة حاجة رائعة جدا ومميزة جدا، وزي ما اكدت معاك امبارح ما بيبقى تنظيم النادي الاهلي
عارفين ان مفيش جمهور وما بيبقاش في ضغط كبير، لكن تنظيم النادي الاهلي في كل حاجه بيكون مختلف بشكل كبير جدا، سواء دخولنا خروجنا دخول اللاعبين الاماكن المنتظره طبعا للاعيبه النادي الاهلي، الامور كثيره جدا وفي معلومات كثيره جدا عايز ابدا معاك فيها. طبعا احنا متواجدين في استاد القاهره، تشديدات كبيره جدا طبعا من العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي اللي عامل سيطره كبيره جدا، اكدت وقلت ان 60 فرد متواجدين داخل استاد القاهره، الكل منتشر الكل متواجد ان شاء الله باذن الله النهارده كل الامور دي تكون كلها ايجابيه للفريق النادي الاهلي، ونستطيع ان نحصد 3 نقاط يكونوا مهمين جدا ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم عايز اتكلم تحديدا عن الاجراءات الاحترازيه وكيف يستقبل استاد القاهره النادي الاهلي بعد فتره غياب، الاجراءات الاحترازيه كمان تحديدا خصوصا ان المباراه من تنظيم النادي الاهلي، فمنظمي النادي الاهلي المباراه ازاي بيتبعوا هذه الاجراءات، يعني حطينا في كل الكواليس يا كريم. يعني طبعا باكد عليك يعني زي ما قلنا 60 فرد متواجد داخل استاد القاهره بالنسبه طبعا لافراد الامن سواء من اهل مدينه نصر، اهل الجزيره، اهل الشيخ زايد. عايز كمان اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما نستفيد في الاجراءات الاحترازيه، وهي غرف خلع ملابس. النهارده ما فيش غرف خلع ملابس، لعيبه النادي الاهلي مباشره من فندق الاقامه الى ملعب المباراه يعني طبعا بكل تنفيذ توجيهات وزارات الصحه والشباب والرياضه وايضا كمان الاتحاد الكره المصري مباشره يكون على الملعب، فعشان كده كل التجهيزات هتكون طبعا في فندق الاقامه طبعا مع زميلي شريف شعبان اللي استفاد بشكل كبير جدا في كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي حتى هذه اللحظه في فندق الاقامه. باكد لك كمان طبعا امير على الحاله اللي احنا لمسناها في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل طبعا دخولهم الى المعسكر مغلق، لعيبه عندها رغبه بشكل كبير جدا وعندها طموح وامال كبيره ان هي ترجع من جديد تسعد كل جمهور النادي الاهلي. التركيز والالتحامات والقوه اللي احنا بنشوفها في التدريبات دي رساله مهمه جدا للعيبه الصغيرين المتواجدين او لكل اللعيبه ان الفتره اللي جايه محتاجه الجهد ده، محتاجه كل المباريات تكون مباراه كؤوس. النادي الاهلي عنده فارق كبير جدا من النقاط وايضا كمان متصدر يعني في بالنسبه طبعا الاقوى هجوم في بطوله الدوري العام، لكن لسه عندنا المشوار طويل جدا ولسه عندنا تلاحم مباريات كبير جدا. احنا نقدر نقول يعني كل اسبوع او 8 ايام يكون في مباريتين، فامر مهم جدا اللعيبه تكون واصله للتوب فورم بالنسبه طبعا للياقه البدنيه وايضا كمان ذهنيا في الملعب. بنتمنى النهارده مستر نينيفار بقى يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض بيه النهارده مباراه الاهلي وانبي، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي ان هم يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي، وال3 نقاط الاولى والانطلاقه الاولى بتفرق بشكل كبير جدا في استكمال مشوار بطوله الدوري العام. طيب كريم وشريف عايز يعني العب معاكم لعبه كده في السريع ونتوقع مع بعض التشكيل الاهلي، كل واحد فينا يتوقع ونشوف ايه، هنراهن على حاجه وبعد الهوا نتفق على الرهان هيكون ايه. فخلينا نبتدي كده بشريف، توقعاتك للتشكيل ايه النهارده؟ انا توقعاتي طبعا التشكيل هيعلن رسميا بعد المحاضره اللي هتكون الساعه 6. فايلر من مدارس ومدربين اللي بيحب يعني التشكيل في قبل المباراه بساعات قليله جدا يعني من هذه مدرسه فايلر، ولكن توقعنا الشخصي ومحمد الشناوي في حراسه المرمى، 2 سرد باكات ايمن اشرف ومحمود متولي، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، 2 ديفندرين عمرو السلية وأليو ديانج، 3 في الأمام الشيخ أجايي أفشة مروان محسن. ده توقعنا الشخصي، الشيخ أجايي أفشة مروان محسن، ده توقع شريف. طب أنا أقول توقعي بعد كده نروح لكريم. ده توقع شريف. أنا أتوقع طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، 2 مساكين متولي وأيمن أشرف، قدامهم السلية وديانج، قدامهم ممكن نحط إيه أجاييه أفشة وجيرالدو وأليو باجي. ده تشكيل النادي الأهلي، ده توقعي. ماشي توقع، أنت كده مختلف معايا في 2. ماشي توقعك أنت بقى يا كريم إيه؟ يعني طبعا انا مش هخرج عن توقع امير طبعا صراحه، يمكن التوقع ده هو الاقرب بالنسبه لي للتشكيل، يعني الشناوي من خط الدار من الشمال اليمين، معلول ايمن متولي هاني في المنتصف، طبعا ديانج والسولية امامهم، افشا على الاطراف اجاييه وجيرالدو، وفي الهجوم مروان محسن. نقدر نقول جنب جيرالدو ممكن تحط يعني وليد سليمان بين قوسين، ممكن يكون ليه فرصه. طبعا انت عارف ممكن يكون في ظروف كثيره جدا ومتغيرات كثيره جدا طبعا زميلي امير من مجرد تحرك الفريق الى الوصول الى استاد القاهره، لكن الاقرب طبعا اللي انت التشكيل اللي انت ذكرته، لكن بحط بين قوسين كمان يكون متواجد مع جيرالدو وليد سليمان، لكن الكل اي حد يكون متواجد كالعاده طبعا زي ما انت عارف زميلي امير وزميلي شريف، اي حد يكون متواجد في تشكيله فريق النادي الاهلي بالنسبه لمباراه اليوم النهارده يكون مركز يكون موفق، وان شاء الله التوفيق يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا النهارده ونحصل 3 نقاط يكونوا مهمين جدا مع فريق النادي الاهلي. بعد الهوا نتواصل ماشي، وبعد المباراه كمان ونشوف الرهان هيكون ايه. بشكركم شكرا جزيلا شريف شعبان وكريم احمد مراسلي قناه الاهلي المميزين جدا في الحقيقه، وكانت مداخله بالنسبه لهم مهمه جدا، واتكلمنا في كل الكواليس بتتعلق بالفريق سواء استعدادات استاد القاهره لاستضافه النادي الاهلي النهارده بعد غياب، وايضا استعدادات الفريق في مقر الاقامه قبل التحرك لملعب المباراه. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نواصل ونكمل اخبارنا في الترند النهارده، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بما ان النهارده مباراه الاهلي فالكلام على السوشيال ميديا كله عن هذه المباراه. احنا هنشوف ايه اللي اتكتب تحديدا على السوشيال ميديا في ترند الاهلي النهارده. يلا بينا. صفحه الاهلي الرسميه على فيسبوك نشرت فيديو بعنوان عدنا للحفاظ على بطولتنا المفضله. كابتن وائل جمعه كتب على حسابه على تويتر الدوري المصري راجع تاني وعمرنا ما نفكر في المركز التاني اكيد. الصفحه الرسميه الموقع يلا كوره على فيسبوك عملت تحليل رقمي قبل مباراه الاهلي امام انبي. ابرز الاحصائيات قبل المباراه بفوز الاهلي ب 22 لقاء امام انبي من الصفحه الرسميه الموقع في الجول على فيسبوك. المصري اليوم على تويتر نشر أبرز غيابات الأهلي عن مواجهة إنبي. الصفحة الرسمية للأهلي اليوم على فيسبوك نشر تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة النهاردة. الوطن سبورت على تويتر كتبوا أن إنبي يحفز لاعبيه بمكافآت استثنائية للفوز على الأهلي. وصفحة ماجيكانو على تويتر يعني قالت كلام حلو جدا في حق جمهور النادي الاهلي ويقولوا ايه احساس انك صاحي وعارف ان في اخر اليوم هتكون قاعد بتتفرج على ماتش للاهلي واثق ان شاء الله انك هتقوم في نهاية الماتش مبسوط فده احساس بيهون عليك اي حاجة ممكن تحصل في يومك ماشي. الاهلي فانز على انستغرام نشر موقع او موقف الاهلي وابرز ارقامه قبل عودته للمنافسه المحليه. واخيرا حساب كابيتانو على تويتر قال ابتسم ستشاهد الاهلي اليوم. طيب ده كل الكلام اللي اتكتب على الاهلي النهارده في السوشيال ميديا. انا عايز ابتدي تحديدا بالصفحه الرسميه للاهلي على فيسبوك واللي نشرت فيديو مهم جدا بعنوان عدنا للحفاظ على بطولتنا المفضله ويعني كفيديو تحفيزي لفريق النادي الاهلي وكمان كتشويقي لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد منتظر مباراه اليوم. النهارده كمان نجم كبير من نجوم النادي الاهلي كابتن وائل جمعه هو في الحقيقه اسطوره من اساطير الكره المصريه والافريقيه كمان كتب على حسابه على تويتر ومعروف طبعا باهلاويته الجباره يعني قال ان الدوري المصري راجع تاني وعمرنا ما نفكر في المركز التاني وده امر طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي دايما بيبقى فيه منافسه مع المنافس التقليدي طبعا نادي الزمالك وليه كل الاحترام والتقدير لكن في نفس الوقت الاغلبيه دايما بتكون للنادي الاهلي من حيث بطوله الدوري تحديدا فده كان كلام الكابتن وائل جمعة على حسابه على تويتر. خلينا نروح للحساب الرسمي المصري اليوم كمان على تويتر واللي قال ايه النهاردة اتكلم على الغيابات الخاصة بالنادي الاهلي في مباراة انبي وفي الحقيقة الاهلي عنده عدد من الغيابات لما نيجي كده نتكلم مع بعض عندنا مثلا كهربا للإيقاف عندك صالح جمعة أسباب فنية عندك ياسر إبراهيم إصابة عندك محمد محمود وكريم ندفيد وسعد سمير كمان إصابات مختلفة لكن كلهم بإذن الله قربوا يرجعوا. غيابات تبدو للبعض ان هي مؤثره لكن لما تيجي تبص على قائمه النادي الاهلي كده هتلاقي ان هي مليئه باللاعبين المميزين اللي يقدروا يعوضوا اي غياب، كلهم لعيبه اساسيه ويقدروا يساهموا في انتصارات النادي الاهلي باذن الله تعالى، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في مباراه اليوم امام انبي. خلينا نروح للاهلي اليوم الصفحه الرسميه على فيسبوك واللي توقعوا فيها تشكيل الاهلي النهارده، خلينا كمان نشوف الاهلي اليوم قالوا ايه النهارده بالنسبه لتوقعهم، قالوا في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف ومحمود متولي وكمان محمد هاني زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وفي نص الملعب اليو ديانج وعمرو السوليه وثلاثي خلف المهاجم جونيور اجاييه محمد مجدي قفشه وجيرالدو والمهاجم هنا بيقولوا مروان محسن. ده توقع صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك. خلينا نروح للوتر سبورت، الوتر سبورت على تويتر كمان واللي كتبوا ان انبي يحفز لاعبيه بمكافئات استثنائيه لمباراه
الاهلي اليوم وللفوز كمان على الاهلي، حق مشروع عند اي فريق في الدنيا ان هو ينافس في اي مباراه ويكسب. طبعا فريق انبي من الفرق الكبيره جدا اللي عندهم مدرب مميز قوي قوي، وارقامهم بصراحه مع الكابتن حلمي طولان ممتازه جدا جدا. فمن هنا جايه صعوبه المباراه، من هنا كمان انبي بيحفزوا لاعبتهم عشان يحاولوا ياخدوا الثلاث نقاط امام الاهلي في مباراه اليوم. لكن طبعا اكيد نتمنى كل التوفيق للاهلي في هذه المباراه، مباراه هتبقى قويه وفيها نديه كبيره جدا ما بين الفرقتين، لكن ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويفوز بالثلاث نقاط عشان يواصل مشواره المميز في بطوله الدوري. طيب خلينا نروح سريعا لهنا. هنا جاهزه معانا يا جماعه؟ خلينا نروح سريعا لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان تطمنا على كل الاجواء هناك، خصوصا ان اعضاء الاهلي دايما ما قبل كورونا يا هنا بيبقوا موجودين وبيحبوا يتفرجوا على المباراه من النادي. فانت وصف لنا الاجواء، وفي البدايه طبعا برحب بك. برحب بيك يا أمير، برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الحقيقة أن الأجواء هنا أكثر من رائعة، مليانة بالحماس والترقب. طبعا كل الناس مشتاقة أن هي تشوف الأهلي تاني في مباريات رسمية وفي الدوري، والحقيقة أن النهاردة أول مباراة بعد عودة الدوري للأهلي. الحقيقة أن النادي الأعضاء فعلا بدأت بالتواجد في النادي، كله طبعا بالقرب من الشاشة اللي هيتم عليها عرض المباراة، ومليان بالحماس، وفعلا في أعضاء متواجدين وموجودين هنا معنا في النادي. طيب طمنيني على الإجراءات الاحترازية بقى في حضور أعضاء النادي الأهلي إن شاء الله عشان يتفرجوا على هذه المباراة، وأكيد النادي مستعد استعداد كامل لتواجدهم النهاردة. الحقيقة أن كل الإجراءات الاحترازية متاخدة في الحسبان، ففي مسافات بين كل الترابيزات، وفي أعداد معينة على كل ترابيزة، مفيش تقارب خالص. طبعا كل ده عشان الفيروس ما ينتشرش، وكل الإجراءات الاحترازية متاخدة في الحسبان. طيب توقعاتك بقى يا هنا أخيرا للمباراة النهاردة إيه؟ ان شاء الله طبعا الاهلي هيفوز، ممكن 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا هنا، شكرا جزيلا. زميلتنا المميزه جدا هنا ابو القاسم، مراسله قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتوقعها جيد في الحقيقه 3-1. نتمنى كمان ما يبقاش 3-1، يبقى 3-0. المهم الاهلي يكسب ان شاء الله ويفوز بثلاث نقاط في مباراه اليوم باذن الله تعالى. طيب هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل الأخبار المحلية تحديدا في الترند النهاردة. يلا بما ان اليوم النهارده خاص جدا، فالكلام هيكون اكتريته على النادي الاهلي طبعا، واخر الكواليس قبل مباراه اليوم امام انبي. فقبل ما اروح للترند المحلي هتكلم في مداخله هاتفيه مع الاستاذ ايمن محمد المحلل الفني، ونستفيد في الحديث من الجانب الفني عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وانبي. يا استاذ ايمن اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، واهلا بكل الساده المشاهدين، ومبروك البرنامج الجديد والانطلاقه الجديده للقناه، وان شاء الله باذن الله موفقين دايما وموفق بشكل خاص. الله يبارك فيك ومنورنا طبعا يا استاذ ايمن. عايز اتكلم معاك عن مباراه اليوم وعوده النادي الاهلي لبطوله الدوري بعد فتره كبيره جدا من الغياب، ورؤيتك الفنيه وتوقعاتك الفنيه لهذه المباراه. الحقيقه امير ان طبعا جائحه كورونا اللي اجتاحت العالم خلت المستويات للفرق بعد التوقف مختلفة، من أول إنجلترا وإسبانيا لحتى وصولا للمملكة العربية السعودية، وشفنا حتى الأسبوع اللي فات كان الديربي ما بين الرياض وما بين الهلال، رد المستويات أصبحت بقى فيها فوارق كبيرة. لكن المميز في النادي الأهلي إنه عنده سيستم لعب، سيستم لعب ده من خلاله بتتلاشى عيوب كتير جدا. يعني إيه سيستم لعب وليه بتتلاشى العيوب؟ سيستم اللعب اللي عمله رينيه فايلر من وقت قدومه للأهلي بيعتمد على سيستم معين بتحركات معينة بواجبات معينة للعيب خط الوسط، خصوصا خط الوسط والأطراف وظهيرة الجنب، فده بيسهل شوية فكرة الرجوع لأنك أنت بتلعب كرة قدم. في فرق تانية بتعتمد أكتر على الشق البدني أو على العمل البدني، بتلعب على السكند بول، فده بيأثر معاها بشكل كبير جدا خصوصا بعد الرجوع. لكن الفرق دايما اللي بتلعب على الكورة أكتر أو بتبقى بتهتم بفنيات الكورة أكتر هتلاقيها مش بتتأثر
متاثر قوي، والدليل على كده مثلا نتائج مان سيتي رغم خسارته قدام الارسنال، لكن في الـ في الـ في, الـ في بعد التوقف نتائجه جيده ماشيه بشكل جيد جدا، عكس ليفربول اللي جزء كبير جدا من التكتيك بتاعه بيعتمد على الضغط العكسي، وبالتالي فتره التوقف يمكن اثرت شويه على الفريق. لكن لما نيجي نتكلم على الاهلي، الاهلي عنده عناصر مهمه جدا النهارده، كل الفريق يعني منظومه رينيه فايرال خلت الفريق كله اصبح نجم. حتى في المباريات الوديه شفنا اكتشافات زي احمد الشيخ ولعبوا الدور الدي 8 في خط النص، طبعا في جيرالدو، في اجاييه، في كل العناصر عند عمرو السوليه، طبعا عوده عندي فتحي، كل دي عناصر مهمه جدا في خط النص، مع طبعا مع علي ديانج. وهو الاهلي دايما في ال 16 او 17 ماتش اللي فاتوا معودنا ان هو صاحب الكوره او صاحب الفعل، ودايما بينتظر او بيبقى كل مهمته بس او بيبقى الموضوع مساله وقت، انت ازاي هتخترق الدفاع المنافس ايا ما يكون، سواء انبي او زمالك او اهلي او عفوا او مقاولين أو, او 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 سموحه او اي فريق، هي الفكره بس انت ازاي هتخترق او امتى هتخترق، ده اللي بيتوقف عليه مجريات المباراه. يعني الاستراتيجيه عند مستر فايلر هي مش هتتغير سواء ما قبل كورونا او ما بعد كورونا. هتلاقي دايما عمرو السوليه بيوصل لغايه عمق منطقه الجزاء عشان خاطر يكمل الهجمه، هتلاقي التشكيل بتاعك برغم انه يبان على الورق 4-2-3-1 لكن في اغلب الاوقات هو التنظيم اقرب الى 4-3-3، هتلاقي الاجنحه بتاعتك دايما بتضم للعمق عشان تدي فرصه للاطراف، هو سيستم اللعب واحد مفيش فيه اي مشكله، بس هو اللي احنا نتمنى له التوفيق هو يكون مروان محسن انه يستعيد النجاعه بتاعته على المرمى والشراسه بتاعته على المرمى، لان الارقام بتاعت مروان محسن محتاجه انها يزيد بشكل كبير عشان خاطر يليق بمكان رأس حربة النادي الأهلي. تمام. طيب بما انك اكيد تابعت المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي سواء امام سموحه او الجونه، هل تقدر تستشف التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه مستر فايلر النهارده؟ هو التشكيل طبعا عشان في عندنا غيابات كتير، في رمضان صبحي مش موجود، في كهرباء مش موجود، في حسين الشحات مش موجود، هو التشكيل هيبقى متواجد، يعني انت في صفات الدفاع هو شبه ثابت، يعني انت بتتكلم على الرباعي بتاعك هيبقى شبه ثابت، سواء فتحي، سواء رامي ربيعه او محمود متولي، ايمن اشرف، علي معلول، سوليه، ديانج، زي ما قلت لك هو حتى لما الاهلي بيلعب باي تشكيل مختلف عن التشكيلات الاساسيه اللي هو بيلعب او ال 11 الاساسيين، طبعا فايلر عمل حاجه مهمه جدا انه تقريبا جرب كل القائمه، وهو فعلا بالفعل جرب كل القائمه واداها فرص في المباريات الرسميه مع صالح جمعه، فانت الموضوع عندك مش صعب، يعني انت لو مش مجدي قفشه مش موجود هيبقى جاي بيلعب ناحيه او في مركز صانع الالعاب او صانع الالعاب، لو جاي اعتمد على راس الحربة او كان موجود في مركز راس الحربة يبقى مجدي قفشه هو اللي هيبقى في مركز صناعه اللعب. الاجنحه يمكن عشان خاطر طبعا قله عدد الاجنحه موجود دلوقتي، فانت بتتكلم على ممكن جيرالدو اجاي، ممكن جيرالدو واحمد الشيخ، يعني في ما بنقدرش نقول تشكيل ثابت او حاجه ثابته، بس انا كنت اتمنى، لو انا بتمنى بشكل شخصي، ان وبشوف دايما دوت افضل سيستم للعب الاهلي لما جاي بيلعب راس حربه، بيبقى متمكن جدا وبيقدر يفيد منظومه اللعب بشكل كبير، فاعتقد لو فايلر بيفكر في الافضل دايما، فاعتقد ان دايما بيبقى الخيار عندنا رقم واحد هو جنرال اجاي في مركز راس الحربه. كويس، احنا عارفين ان في 5 تغييرات في المباراه، من وجهه نظرك ومن خلال تحليلك الدائم لمباريات الاهلي مع مستر رينيه فايلر، كيف تتوقع استغلال مستر فايلر ل5 تغييرات النهارده؟ فايلر هيدي فرص لكل الناس، يعني هو هيبص دايما للمراكز اللي عندها اللي عندها مشكله، طبعا مركز رمضان صبحي وغياب كهرباء في المنطقه دي طبعا ما عندوش فرصه انه يدي كهرباء في الماتشات الرسميه او في الماتشات المحليه، فهو دايما هيركز اكتر على مين اللي يقدر يخدم مركز الجناح الشمال بشكل كبير. طبعا عوده حمدي فتحي هتبقى مهمه جدا ومطمئنين عليه، هيبقى حاجه مهمه جدا عشان خاطر مباراه الذهاب قدام الوداد في المغرب، فهيبقى فرصه كويسه انك انت تلعب بالثلاثه سواء حمدي فتحي او عمرو السوليه او اليو ديانج. طبعا التركيبه طبعا انك انت هتفضل برضه طول الوقت عندك مشكله في مركز الظهير الايمن، عندك قلق شويه، فانت محتاج انك انت تجرب او تطمن على مستوى محمد هاني او ان انت تشوف مدى التطورات بتاعت محمد هاني. برضه طبعا في مركز راس الحربه محتاج انك انت تحاول تدي دقائق اكتر لاليو باتجي على اساس انه ممكن يكون بيفيدك في بعض الكرات الهوائيه والالتحامات الهوائيه في مباراه الوداد. من وجهه نظرك مين اللاعب اللي ممكن يرجح كفه الاهلي النهارده وتوقعاتك للنتيجه ايه؟ انا اتوقع ان الاهلي هيفوز فوز عريض، يعني اتوقع ان الاهلي هيفوز 2-3-0
علي ديانج هو طبعا رقم واحد بالنسبه لي في الجزء المؤثر، لانه هيبان قدراته البدنيه جدا النهارده، لان طبعا هو ما شاء الله قدراته البدنيه وقدرته على شغل مساحات الملعب بتبقى كبيره، فاعتقد ان هو هيبقى رقم واحد، هيكون مؤثر جدا، هيكون الترند يعني النهارده. اعتقد لان هو هيبقى هو الغول بتاع الملعب، او اللي هو كساحه الالغام اللي في وسط الملعب. اكيد ان شاء الله نتمنى له التوفيق هو وزمايله. يا استاذ ايمن انا بشكرك شكرا جزيلا، استاذ ايمن محمد محلل الاداء الرقمي واكيد الفني، وبيتكلم معانا من الجانب الفني تحديدا وما قبل مباراه اليوم ما بين الاهلي وانبي والرؤيه الفنيه لهذه المباراه، كلنا هنتابعها باذن الله تعالى في تمام الساعه 8 مساء. طب خلينا نفكر بعد بقائمه النادي الاهلي النهارده لهذه المباراه. مستر فايلر امبارح بعد المران اختار 20 لاعب، محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، علي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، واحمد فتحي، وايمن اشرف. عايز اعلق على جزئيه احمد فتحي دي مهمه جدا، ومحمود متولي كمان موجود بجانب اليو ديانج وعمرو السليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه ووليد سليمان جونيور اجاييه جيرالدو، وكمان احمد الشيخ ومحمد فخري الناشئ المميز جدا في صفوف النادي الاهلي، ومروان محسن واليو بادي. حته احمد فتحي وتواجده في القايمه انا عاجبني جدا، الاحترافيه اللي بيشتغل بيها النادي الاهلي والاحترافيه كمان اللي بيشتغل بيها احمد فتحي. معروف ان اللاعب ماشي من النادي الاهلي بعد انتهاء الموسم او استكمال هذا الموسم يعني، وخلاص اللاعب هينتقل لبيراميدز، لكن كل واحد بيشوف المصلحه بتاعته واقدر ازاي استفيد بلاعب هو موجود عندي في القايمه، وخصوصا لما يكون لاعب بحجم وقدرات احمد فتحي. لعيب كبير طبعا، اختلفنا واتفقنا، هو لعيب كبير وتاريخ كبير جدا في النادي الاهلي. ف هنا الفكر الاحترافي اللي بيتميز بيه النادي الاهلي، وبصراحه كمان بيتميز بيه احمد فتحي لانه في التدريبات جدي جدا جدا يعني. خلينا نفكر بعد كمان بجدول ترتيب بطوله الدوري قبل ما نروح للاخبار المحليه النهارده، وزي ما حضراتكم عارفين ان الاهلي بيتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطه من خلال تعادل واحد و16 فوز، كانوا 16 فوز متتاليين، فده امر جيد جدا. بيجي في المركز الثاني بس الاهلي لعب 17 مباراه بس، المركز الثاني المقاولين لعب 18 مباراه عنده 33 نقطه، المركز الثالث بيراميدز 18 مباراه عنده 32 نقطه، الزمالك المركز الرابع 17 مباراه وعنده 31 نقطه ومخصوم له كمان 3 نقاط، والمركز الخامس الاتحاد السكندري. عايز اقول اخر 3 مراكز كمان، في المركز ال 16 وادي دجله 18 مباراه 15 نقطه، مصر المقاصه المركز ال 17 لعب 17 مباراه و14 نقطه، ونادي اف سي مصر في المركز ال 18 17 مباراه 11 نقطه. حكام مباراه اليوم سريعا كمان خلينا اقولهم لحضراتكم، هيكون حكم الساحه محمود البنا، حكم مساعد احمد توفيق، وحكم مساعد ثاني هاني عبد الفتاح، وحكم رابع صبري ابراهيم، واثنين حكام فار، حكم اساسي اللي هو محمد دسوقي، وحكم مساعد في الفيديو هو محمود ابو الرجال. نتمنى لهم كل التوفيق في مباراه اليوم. خلينا نروح نشوف الترند المحلي النهارده، يلا بينا. يلا كوره على فيسبوك، كتبت تصريح لوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، قال فيه نرحب بنهائي الابطال. الحساب الرسمي للموقع المصري اليوم على تويتر كتب بأن وزير الرياضة يرفض فرض عقوبات على مصابي كورونا. الصفحة الرسمية للموقع المصراوي على فيسبوك كتبت بسبب الأهلي وبرشلونة وبايرن، هل يفض اتحاد الكرة اشتباك مباريات الجمعة؟ أما حساب موقع سبورت 360 على تويتر فكتب عن شفاء لاعبي الإنتاج ومختار مختار من كورونا. ألف سلام عليكم. سبورت 360 على تويتر واللي شرح سبب إقامة مباراة ودية للإنتاج مع نادي مصر. موقع بطولات على تويتر كتب أسباب تغيير حكام مباراة المقاصة وأسوان في الدوري. وأخيرا بوابة أخبار اليوم على تويتر كتبت إن في حالة إيجابية بكورونا في أسوان وثلاث حالات في المقاصة. ألف سلام عليكم. طيب خلينا نبتدي بتصريح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه من خلال صفحه يلا كوره على فيسبوك، واللي بيتكلم فيها على ان مصر جاهزه لاستضافه نهائي بطوله دوري الابطال. القصه دي فيها لغط شويه، ولحد دلوقتي مش معروف
هل ينفع ان مصر تتقدم لتنظيم المباراه النهائيه او المغرب كمان تتقدم؟ مش عارفين لسه. المعلومه الاكيده اكيد هنعرفها من الاتحاد الافريقي لكره القدم، لكن هو المعروف بالنسبه لنا كلنا ان لو فرقتين باذن الله تعالى يكونوا من مصر، اهلي زمالك، يوصلوا النهائي، المباراه خلاص في استاد القاهره، مش محتاج حد يتقدم بطلب ولا حاجه. لو لا قدر الله فرقتين من المغرب وصلوا النهائي، فالمباراه هتبقى في المغرب، مش محتاج المغرب ان هي تتقدم باي ملف. لكن في حاله تواجد فريق من هنا اللي هو مثلا ايه، خلينا نقول ايه، مثلا يعني الرجاء وان شاء الله الاهلي، فبالتالي المفروض على حسب اخر حاجه قالها الاتحاد الافريقي لكره القدم ان المباراه هتبقى في ملعب محايد. الفكره هنا هل ممكن مصر او المغرب يتقدموا بطلب لاستضافه هذه المباراه النهائيه؟ هنشوف خلال الايام اللي جايه، لكن كل البنود اللي اتكلم فيها الاتحاد الافريقي لكره القدم معروفه للجميع، في انتظار بس الجزئيه دي تحديدا توضيح اكتر، لان انا شايف تصريحات من سواء مسؤولين هنا او حتى في المغرب بيتكلموا على امكانيه ان هم يتقدموا طلب لاستضافه المباراه النهائيه. يعني عموما هنشوف. خلينا نروح لموقع المصري اليوم او حسابه على تويتر، واللي كتب ان وزير الشباب والرياضه ليه تصريح كمان مهم جدا وبيرفض فيه فرض عقوبات على مصابي كورونا. احنا بنشوف بعض الانديه وبعض الاتحادات مثلا ممكن يكونوا بيعاقبوا بعض اللاعبين والمسؤولين اللي هم ممكن شويه يكون في اهمال منهم، مش بيتبعوا الاجراءات الاحترازيه، فبالتالي بنلاقي اعداد كورونا. يعني مثلا الانتاج الحربي في وقت من الاوقات كانوا 18 لعيب تقريبا عندهم كورونا بخلاف الجهاز الفني والاداري، فده كان عدد كبير، فالاتهام كله راح على الانتاج الحربي، انتوا ازاي نادي الانتاج الحربي، يعني انتوا ازاي مش بتتبعوا الاجراءات الاحترازيه بصرامه، وده اللي خلاكم تتصابوا. فكمان مثلا سموحه كان فكر فتره من الفترات ان هو يعاقب لاعبيه اللي يجي لهم فيروس كورونا. التصريح لوزير الشباب والرياضه قال ان ما ينفعش اطلاقا يكون في اي عقوبه، وانا هقف قدام اي عقوبه على اي واحد في المنظومه الرياضيه يتعرض لاصابه فيروس كورونا، لان مش هيبقى من الاصابه بالفيروس وكمان نعاقبه، يعني لان ده فيروس الكل، يعني او معظم الاصابات في العالم كانت اعداد كبيره جدا، و يعني حاجه احنا بنعيشها خلال الفتره الحاليه ان شاء الله تخلص قريبا جدا. لكن في نفس الوقت لازم ما يكونش في تساهل من الانديه في اتباع الاجراءات الاحترازيه، وده كان كلام وزير الشباب والرياضه. خلينا نروح لخبر كمان من موقع مصراوي على فيسبوك، واللي كتب فيه بيتنبأ في الحقيقه يعني بامكانيه تعديل موعد مباراه الاهلي مع الانتاج الحربي اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه. ليه؟ لان هيكون في نفس التوقيت المباراه طبعا الساعه 9، اهلي وانتاج حربي يوم الجمعه الساعه 9، في نفس التوقيت في مباراه برشلونه وبايرن ميونخ في دور الثمانية من الشامبيونز ليج في تمام الساعة 9 مساء. فكان قبل كده أيام الحاج عامر حسين كان بيتم التعديل في الحاجات دي. الفترة دي هل هيتم تعديل في تواجد المسؤولين الموجودين حاليا في اللجنة الخماسية ولا لا؟ قبل كده كان حصل تعديل لو تفتكروا في مباراة الأهلي والطلائع لما كان برشلونة هيلاعب ليفربول، وطبعا عشان نجمنا الكبير المصري محمد صلاح كلنا بنتفرج عليه وبنتابعه ومهتمين بيه وباهدافه بكل حاجه، فبدروا شويه مباراه الاهلي والطلائع بقت الساعه 7 الا ربع عشان يخلص الماتش ده والجمهور يقدر يتفرج على محمد صلاح في مباراه برشلونه. هل الموقف هيبقى مختلف ولا لا؟ هنشوف اتحاد الكره هيتعامل مع الجزئيه دي ازاي. دي كانت بعض الاخبار المحليه، هروح لفاصل، بعد الفاصل نشوف الترند العالمي ايه. يلا الترند العالمي نشوف. الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد نشر صورة لوصول الفريق إلى ألمانيا لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب راين إنرجي ستوديوم. الحساب الرسمي لموقع يلا كورة نشر صورة لبيرلو توضح الفترة الزمنية القصيرة بين توليه فريق الشباب والفريق الأول بيوفنتوس. لسه بنتكلم في موضوع بيرلو، حساب فوتبول تويت نشر صورة لبوفون وبيرلو وقالت عندما يكون المدير الفني أصغر من لاعب الفريق. في الجول على تويتر نشر تصريحات ميرتنز جناح نابولي عن أسباب الخسارة من برشلونة. كمان المصري اليوم على تويتر نشر لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان بعد الخروج الأوروبي.
حساب التلفزيون الروسي بالعربي نشر ان ريال مدريد سيعير جاريث بيل الى احد الانديه الكبيره الفتره المقبله. واخيرا حساب فرانس 24 على تويتر عن المباراه المرتقبه بين بايرن ميونخ وبرشلونه في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. طيب الكلام الفتره الحاليه على الشامبيونز ليج الاوروبي، والكل طبعا بيتمتع وبيتفرج على الماتشات دي. امبارح شفنا برشلونه في الحقيقه وميسي عملوا مباراه كبيره جدا وفوزهم على نابولي بعد ما كانوا متعادلين في ايطاليا بنتيجه 1-1. امبارح كسبوا 3-1 في ليله تالق ميسي، وفي الحقيقه هي مش ليله واحده، هو ميسي دايما بيتالق وبيتوهج في كل المباريات يعني، وبصراحه هو اللي شايل برشلونه الفتره دي. لو شلت ميسي كده حتى في وجوده في الدوري الدنيا كانت صعبه، فلو شلت ميسي كمان في مباراه امبارح الدنيا تبقى اصعب بالنسبه لبرشلونه او في اي مباراه اخرى يعني. لكن في العموم بنبارك لجمهور برشلونه تاهله لدور الثمانيه في الفتره المقبله، وهيقابل منافس قوي جدا وعنده لعيب جامد قوي اللي هو ليفاندوفسكي، فالدنيا هتبقى برده فيها صعوبه شويه على برشلونه، لكن تبقى مباراه كبيره هنشوف فيها نديه قويه جدا. فبالتالي خلينا نبتدي بمانشستر يونايتد واللي نشروا صورة لوصول الفريق، ودول طبعا بيستعدوا للدوري الأوروبي لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي البطولة دي على ملعب راين انرجي ستاديوم، والمباراة هتكون قوية جدا، وكفة اعتقد مانشستر يونايتد هتكون ارجح في تواجد برونو فرنانديز طبعا النجم البرتغالي اللي فرق كتير قوي، وواضح الكلام ده في بطولة الدوري في مستوى مانشستر يونايتد، وساعد بشكل كبير جدا في احتلالهم للمركز الثالث ووصولهم للتشامبيونز ليج الموسم القادم. فهتبقى مباراة قوية، لكن اكيد الكفة ارجح لمانشستر يونايتد. فريق كوبنهاجن على ما اتذكر نجمنا المصري محمد زيدان لاعب فيه فترة من الفترات يعني. خلينا نروح كمان ل يلا كورة وحسابهم على موقع او على حسابهم الرسمي فين يا جماعة، على تويتر او فيسبوك في العموم يعني، ونشروا صوره لبيرلو توضح الفتره الزمنيه ما بين ان هو كان تولى تدريب فريق الشباب بيوفنتوس والفريق الاول ليوفنتوس. ايه اللي حصل بيرلو بالظبط؟ من 3 ايام تقريبا تم اعلان ان هو مدير فني لفريق الشباب لفريق يوفنتوس الايطالي، بعد كمان ما مشي موريسيو ساري بعد الخروج في المباراة الأخيرة أمام اليوم من الشامبيونز ليج فتم إقالته. فسريعا على طول أسرع انتقال في التاريخ يعتبر يعني، بيرلو بعد ما كان في مدير فني للشباب بقى هو المدير الفني للفريق الأول. والثقافة هناك مفيش مشكلة، ادي فرص للشباب كمدربين، وزي ما شفنا قبل كده جوارديولا كان ماسك الناشئين في برشلونة بقى هو جوارديولا بعد ما مسك الفريق الأول لبرشلونة، فعندهم الجرأة في الجزئية دي. نتمنى النجاح لأسطورة في الحقيقة في خط الوسط وأسطورة إيطالية هو بيرلو النجم الإيطالي مع يوفنتوس. لسه مع يوفنتوس وتحديدا حساب فوتبول تويت نشر صورة لبوفون وبيرلو هما مع بعض، لكن هنا بيعملوا مقارنة أو مش مقارنة يعني، بيقول لك إن موجود مدير فني أصغر من لاعب الفريق. بوفون عنده 42 سنة ما شاء الله، وطبعا حارس مرمى عالمي يعني. في المقابل بيرلو عنده 41 سنة فقط، فبيقول لك عندما يكون المدير الفني أصغر سنا من لاعب الفريق، ودي ظاهرة يعني أو حاجة غريبة تعتبر في كرة القدم، لكن الحاجات دي بتحصل في أوروبا عادي جدا يعني. خلينا نروح في الجول وتصريح مهم جدا لميرتنز من خلال صفحتهم على تويتر. وميرتنز اللي طبعا النجم البلجيكي المميز جدا واللي جاب هدف نابولي الوحيد امبارح في مرمى برشلونه من ضربه جزاء، اتكلم في تصريح غريب شويه. قال ايه؟ قال احنا مشكلتنا في مباراه امبارح ان احنا بعد ما جه فينا هدف واتنين ما كناش عارفين ايه استراتيجيتنا في اللعب عشان نقدر نعوض. وشاف كمان ان مشكلتهم الاكبر ان هم كانوا بيلعبوا ميسي، ودي الحقيقه يعني. ميسي جاب جون الثاني ده جون تحفه جون تحفه، والثالث انا بصراحه مستغرب هو ليه ما اتحسبش، هو بيقول لك هاند بول بس ما اعرفش الفار بقى هو ادرى، كان جاب جون ثالث كمان حلو واتلغى يعني. لكن في العموم تصريح برده غريب من ميرتنز، ما اعرفش جاتوزو هيستقبل التصريح ده ازاي طبعا لو هو مدير فني لنابولي. طيب نروح لمصر اليوم على تويتر اللي نشر لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان بعد الخروج الاوروبي، وانا شايف ان مفيش اي مشكله في الحقيقه في خروج ريال مدريد الاوروبي. كان عندهم امال وكانوا عاملين مباراه قويه جدا مع مانشستر سيتي، اخطاء فاران هي اللي كلفت الفريق الخروج، لكن في نفس الوقت
فرقه واقفه على رجليها، الفرقه قدرت ان هي كمان الفتره اللي فاتت تحقق بطوله الدوري بشكل مميز جدا مع زين الدين زيدان. وفي الحقيقه انت لما تشوف كده شكل زيدان تفتكر البطولات على طول، ما شاء الله حقق عدد كبير جدا من البطولات مع ريال مدريد، يكفي 3 تشامبيونز ليج ورا بعض، حاجه تاريخيه يعني. فاكيد في كل الدعم لزين الدين زيدان خلال الفتره اللي جايه. طيب بتقولي لي حاجه يا جماعه؟ قول في حاجه. طيب خلينا نروح نشوف بعض المشاركات الخاصه بحضراتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وانستجرام، وتوقعاتكم لنتيجه المباراه والتوقعات الصحيحه. هيكسبوا طبعا اوبو تليفون اوبو، وجائزه او مسابقه مهمه جدا بتعملها شركه اوبو زي ما حضراتكم عارفين. خلينا نبتدي بفيسبوك. فيسبوك احمد السايح قال ايه او توقع ايه؟ توقع 3-0 للاهلي. ماشي. محمد الفيقي قال 2-0 للاهلي ان شاء الله. محمد موسى قال 3-0 للاهلي باذن الله. علاء السمنودي قال 2-1 للاهلي ان شاء الله. نادر نجا 3-0 للاهلي ان شاء الله. ابو ياسين قال 3-0 صراحة الاهلي اعظم نادي بالكون. ماشي يا ابو ياسين. احمد حربي 3-0 للاهلي ان شاء الله. عبدو المتولي 4-0 للاهلي. سامح سعودي 3-0 صالح النادي الاهلي. شادي جعفر 2-0 للاهلي. محمود حافظ 3-0 للاهلي ان شاء الله. طيب دي كانت بعض توقعات جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، والكل في الحقيقه متفائل جدا، وحاله من التفاؤل واضحه على طبعا توقعات جماهير النادي الاهلي، وطبعا كلنا متفائلين ان شاء الله الاهلي يكسب مباراه اليوم وثلاث نقاط تكون جديده في مشواره في بطوله الدوري. طبعا دي المسابقه اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها في بدايه الحلقه، اللي هيقدر يتوقع الخمسه اللي هيقدروا يتوقعوا النتيجه صح هيكون ليهم خمس، كل واحد ليه تليفون اوبو رينو 3 وتليفون كمان يعني مميز بعدد من الكاميرات، اربع كاميرات وحاجات مميزه جدا. وخلي بالكم على فكره بخلاف اوبو في كمان تيشيرتات للنادي الاهلي، طبعا هيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال الفتره اللي جايه او خلال اليوم النهارده على مدار اليوم في ملعب الاهلي مثلا بعدينا، وكلها مسابقات لجمهور النادي الاهلي. طيب دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. قبل ما نختم نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته اليوم امام انبي، المباراه المؤجله من الاسبوع ال15 من بطوله الدوري. ان شاء الله يكسب الاهلي، ان شاء الله نستمتع بالفريق النهارده، وان شاء الله باذن الله كمان هيكون في مفاجات في الاستوديو التحليلي لهذه المباراه بعد حلقه النهارده من الترند. لكن بكره ان شاء الله هنكون مع حضراتكم عشان نبارك لبعض بفوز النادي الاهلي على انبي باذن الله تعالى. سلام.